السؤال الأخير يقول: هل تبطل الصلاة إذا ترتب سجود السهو القبلي فنسيه ولم يسجد؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إذا كان عن نقص في الصلاة الأفضل أن يكون قبل السلام، وإن كان عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام. فالمسألة مسألة أفضلية وليست مسألة وجوب، فيجوز أن يسجد قبل السلام مطلقة وأن يسجد بعد السلام مطلقة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.